السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. وياكم. استأذنك يا شيخ، بس كان من كام يوم كان في شخص سألك عن هل يجوز أن يكون للشخص اسمين؟ حضرتك أجبته إن هو نعم يجوز. يجوز إيه؟ يجوز أن يكون للشخص اسمين. اسمين؟ أي يعني يقول إننا نسميه مثلا في الحكومة باسم وفي الخارج باسم، قلت يجوز، لكن الأولى عدم ذلك. بالظبط يا شيخ، هو اسم لو يجوز، بس عشان أستفيد من حضرتك يعني. أيوه. هو لو يجوز، طب بأي اسم يتنادى يوم القيامة مثلا؟ أي الله، ينادى باسم أبي يا فلان ابن فلان. هو كده ليه اسمين يعني، أنا بس بستفيد من حضرتك يعني. ما الله. التأجيل على كده يا شيخنا إيه مثلا؟ ده لها جواز تعديل الأسماء؟ لا على المناداة يعني، هو لا انا ما اعرفش المناداة يعني، ما ليس عندي نص اذا كان لك اسمان ستنادى يوم القيامة بأي الاسماء، الا اننا اعلم من الاحاديث انه ينادى باحب الاسماء اليه. اللي هو ان كان منهم في القطاع المتنس ينادى باحب الاسماء. اي نعم، حديث البراء. نعم تمام، شكرا الله يسلمك. الله يكرمك.